مرحبا شباب، كيفكم يا معلم؟ يا اخوان اليوم في رفع كؤوس مش طبيعي. طبعا زي ما انتم شايفين حساب ليفل 8 اللي زبطته قبل فترة ولسه ما رفعت فيه، قلت لكم راح اصور لكم فيديو وانا اطلع ان شاء الله بالكؤوس. راح نرفع اليوم ايرينا 2، يعني راح نرفع ايرينتين ورا بعض. راح نطلع من هاي الايرينا اللي هي الثامنة، راح نطلع للتاسعة، ومن التاسعة راح نروح للعاشرة. يا معلم في عنا تشكيلتين بس انا راح استخدم واحدة، بس راح فرجيكم الثنتين عشان اللي ما عنده الكروت اللي عندي يستخدمها. المهم عزيزي المتابع، قبل لا نبلش لا تنسى زر اللايك والاشتراك بالقناة. والله اول مرة اقول لكم اشتركوا. اشتركوا يا شباب. والله شكرا لكم على الدعم يا زلمة، قربنا نوصل 2000 مشترك، والله عن جد شكرا يا اخوان. بس ملاحظة على السريع، اللي فاز معي بالمقطع الماضي لحد الان ما رد علي ولا نزل انستغرام ولا اي شيء، مش عارف ليش شارك معي اصلا، فعشان هيك يمكن نختار فاز ثاني. انا بختار واحد ثاني مش بالفيديو يعني، بس حب وبنتواصل معه ان شاء الله يعني عشان المصداقيه بس. اوكي، في اول شيء عندنا هاي التشكيل اللي هي سكيتون ارمي برنسس، عند العملاق، الاسهم، كره النار، ويب دراجون، جوبلين كيج، في كمان عن الويتش. تشكيل عن جد سفاحه، بس انا بستخدم اكثر اللي هي هاي عن جد ناريه. اللي رفعت فيها للمتابع، هي انا اصلا كنت عاملها هون بلعب فيها، بعدين حطيت له اياها هناك، اللي هي سكيلتون دارك برنس، جوبلين كيج، والعنا البرنسس والماينر والجوبلين بارل والاسهم وكرة النار، عن جد سفاحة. وفي كمان هاي بس مش مطور الهوك رايدر عندي، قلت لكم ما بحب الهوك رايدر عشان هيك ما طورته. وعاد والله معي هون، شوفوا عندي 1000 كومون، عندي 6 بطاقات ليجندري، 10 رير، عندي 1 تطوير رير، بس لسه قاعد بنخليهم عشان ما بدي اوصل ليفل 9 انا. المهم راح نرفع قدامكم 470 كاس بالضبط، بدي اوصل الساحة العاشر واسكر الفيديو. بدي عن جد الكل ينتبه يا معلم كيف راح نلعب بالتشكيله هاي. بحاول ننوع بالتشكيل، نلعب جيم بهاي او جيمين وبعدين نيجي على هاي، بس على الاغلب هاي راح اخسر فيها شوي لانه كل الخصوم حاليا وسخين يا زلمه. بتحسهم يهود دائما ضد هالتشكيله. المهم اول شيء نستفتح بهاي ونقول بسم الله، بدنا نفجر تفجير. اوكي يا معلم، هذا الخصم ليفل 8 معناته ايش؟ ضمننا الفوز. الجوبلين بارل عندي 11، بتجيب امه كمان. اوكي اول شيء تعال خلينا نحط جوبلين بارل يمين، نتحظي يا زلمه، حظي زفت انا ولا ايش؟ بستنى باهلي يعني. مش مشكله، العب كره نار. المشكله كره ليفل 9 ما بتموت الفالكير ليفل 8، بضل شوي يا زلمه، مصيبه، لازم اطورها 10. بس المشكله اذا طولتها حلو، بس صار ليفل 10 فليفل 9 مالني اذا هيك اهبل صرت. شوف انحطت دارك برنس كمان، ده اول جيم مبين انه اشي بيخزي ما شاء الله. اوكي بنحط ماينر هناك، الاخرين هسه بلش العب جد لانه عن جد زفت كان اللعب اول اشي. اوكي خليني ارمي اسهم، حلو معناته نجيب كلهم. يا رب ما تضرب الضربة الثانية، يا رب ما تضرب، يخرب بيتك، اشي بيخزي من اول جيم هيك اللعب. يلا مش مشكلة، هسه بعمل ريمونتادا، اذا ما جبت ثلاث تيجان بديش اللعبة كاملة. اوكي هون جوبلين بارل، حلو حلو حلو، احلى اشي. المهم كل واحد ياخذ له سكينه، اشي اسطوري. اوكي هون طارت الويتش خلاص. شوفوا الجيم سهل بس انا تهبلت شوي باول الجيم، لعبت زي الاهبل. اوكي هون سهله، خليه ياخذ دمج شوي، خليه انت هيك دائما خلي الخصم على راحته عزيزي المتابع، بعدين بتشل ارضه او بتشل امله يعني. اوكي هات برنسس هون، يلا مش مشكلة، احسابك البرج يا معلم. اوكي هون ماينر، شو الحركة الغبية اللي عملتها؟ ليش هيك حاطين انفيرنو يا زلمة؟ والله جدي تستحق تعملها. اوكي هناك البرج طار على الاغلب، اضرب كمان وحدة، سعد دينك. شوف هناك برجه كمان، ودع ودع، والله طار برجه، يسعد. شوف والله برجه طار يا شباب، خلص اي ضربة ثانية، يسعد دينك. ايش الاقيام السهلة هاي؟ اوكي اظن استسلم يعني مش منزل اشي، استسلم. اوكي نجرب سريع هيك، والله شكله سلم الجيم. والله شكرا لك عزيزي المتابع، يعني والله عن جد ميرسي بوكو. هاي اول جيم شباب دعس، قلت لكم راح نعدل ان شاء الله، بس انا تبلت شوي باول الجيم. المهم بدون ما اطول عليكم، بدون كثرة كلام، نخش في الجيم الثاني عزيزي. اوكي يا اخوان هاي اول جيم، زي ما شفتوا جبناها ثلاث تيجان معلم، تسكير سريع. طبعا تشكيل عن جد رهيبه يا زلمه، نادر انك تخسر فيها حتى، يعني اقول لكم ليش هاي التشكيل دائما بتخسر، مش دائما الاغلب، لانه حاليا كل الناس عندها ماينر وعندها برنسس، فاكيد بعمل لك هاي التشكيله، بس بعملها دائما اخف من هيك، بحط لك يعني انفيرنو، دائما موجود الانفيرنو، وانا من الناس اللي بحبش استخدم الزاب بالمره، يعني انا والزاب مش صحبه. فبتضرني كثير يعني، اذا انت بدك تستخدم هاي بس حط بدل الاسهم زاب،
بيطلع امورك اسطوره يا معلم. انا بدي ارجع اوف والله حلو هذا، بده 4 ساعات وينتهي. المشكله ما بدي ارقي ليفله، فاهم؟ بدي اخلي ليفله 8 واطلع فيه. يلا بسم الله، الجيم اللي بعده، الجيم اللي بعده. اوكي اخوان، قطع التصوير، رجعت شغلته، صار الجيم بربعه تقريبا، يعني لسه ما بدا. انا شوفون رمى لي كره نار على الجوبلن بارل، مش مشكله ليفله 8 بضل ايزي الخصم. يعني انا كروتي الحمد لله قويتها شوي ليفل 8 عشان اقدر ادعس اي واحد قد ليفلي واعلى ان شاء الله. اوكي شو راح نعمل هسه يا معلم؟ خلينا نستنى شوي، ما راح انزل دارك برنس. شوف الفالكير عنده 10، يخرب بيته يا زلمه. اوف 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 اكسبو، والله صعب هذا الجيم. اوكي راح نحط ماينر هون وكره نار على الاغلب لانه ما معي شيء. اوكي اوكي لو صدينا، بس المشكله راح يتعبني هسه، انا بدي 60 ثانيه تيجي بسرعه لانه بعمل له سايكلات سريعه، بس هسه عن جد راح اكلها. شوف حتى البرنسس رميتها غلط يا زلمه، والله هذا الفيديو مبين مش طبيعي يا زلمه. احنا من اول جيم لعبتها الوضع مش مستبد. يلا مش مشكله، ان شاء الله نقدر نجيبه. راح نحط جولن بارل هيك بعيدين شوي، اذا رمر لوج اشي والله انه عرس. يلا مش مشكله، هسه راح اشيل امله بيه هذا الجوبلن بارل. لازم تكون عرس عزيز المتابع، يعني ما ترمي له اياه على البرج زي اي شخص عادي، ارميه ورا، ارميه جنب، ارميه قدام، فهمت؟ اعمل له سكيلز. اوكي نرمي كره نار، شوف الوساخه عن جد وسخ، يعني الحركه بالاكسبو هاي يعني بكسر جوبلن كيج، بعدين بصير يضرب على البرج ما بضرب على العرس اللي طلع منه. يلا مش مشكله مش مشكله، يعني شوف هو ماخذ ام برج كامل يا زلمه، اذا بنزل لك كمان مره اكسبو. بس خلص هسه ايش في عندي؟ هسه راح اشيل امله ان شاء الله، يعني المهم يجي عندي انا ايش؟ تيجي تسايكل عندي سريعه تشكيله بشيل امله. حلو رمى كرة النار، بنرمي ايش الجولن بارل هسه، ما راح استنى. ايوه هيك رميته ورا معلم، وماينر اجمنا. فعكت عليه، حلو حلو حلو، اخذ دمج، اخذ كمان 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 يسعدينك. المهم عزيزي المتابع لازم تكون وسخ زيي، يعني لا ترمي الجوبلن بارل على البرج طبيعي، ارميه ورا، شفت كيف ضحكت عليه. اوكي راح نحط سكيلتون ارمي هون وبرنسس سريع، ما يعني ما معي شيء، ايش بدي اعمل؟ الله بعيننا بكي فزنا هالجيم مع انه صعب والله، وكروته قويات يعني الفالكير لحالها قصه ثانيه. اوكي هيك خلصنا من امه. يا اخي خلي الفاير سبيريت تضرب، ايش بدي اعمل؟ لا وضربت كمان الفالكير يا زلمه، يخرب بيت الدنيا. اوكي يا رب ما يصيد الجوبلن بارل هالمره كمان. اوه ظل واحد، ظل واحد عاش، ظل واحد، يا حرام. حتى اللوج ما بتقدر تجيب كل الجوبلن بارل اذا اجوا ورا، مستحيل الا ما يظل واحد عايش، الا كرة النار والاسهم بيجيبوهم الثلاث. اوكي راح اضغطه، ما راح اخليه، راح اعمل سبامات هسه، اذا بظل هو شات بيجيبني والله. هيك لازم تضغطوا عزيز المتابع، كفو 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 كف. يسعد الله. حلو كرة نار هون، بدنا نسيكلها سيكل سريع هسه، نجيب كرة النار بس، اكيد راح يطلع يشوف الوسخ. حلو 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 حلو، نحطه الجوبلن كيج بالنص. تمام تمام تمام، الاسهم الاسهم الاسهم. طلعت ماسك سكيلتون ارمي زميل عن ام الغباء. يلا مش مشكله مش مشكله، ما ترمي اسهم هون وكره النار بلحق جيبني، مستحيل. ودع هريره حبيبي برا على اللوبي. حلو الحمد لله، والله تعبني الكلب. هاي زم هيك والله قويين قاعدين بيطلعوا للخصوم مع انه ليفلهم 8 زيي. المهم خلينا نخش على الجيم الثالث عزيزي. اوكي يا شباب، بس والله عشان الحلال والحرام، شوفوا فصل عندي الانترنت هون بالجيم، طعجني طاجه والله، اخذ 3 ايام بالراحه، مع اني كنت جايب اول شيء انا وتاج، بعدين شوف كيف لما يكون حظك خرا. اذا والله ما بيستاهل يفوز، شوف تشكيلتي والله كلها ضده، شوف الباتس عنده 7، بس يلا مش مشكله. المهم راح نلعب قدامكم كمان جيمين، اوصل 2600 وبعدين اقطع، بعدين اوصل 2900 2800 وبرجع لكم مره ثانيه. ليتس جو بيبي، ليتس جو. اوكي معلم، هذا من اسمه نوب، يعني نوب. اوكي يا اخوان عشان الفيديو ما يطول، هون فزنا على السريعة هذا، يعني شوف فصلت التصوير ورجعت شغلته باخر لحظة، شوف هون جلدنا. هسه راح نخش على اخر جيم اللي بودينا على الساحة التاسعة، بعدين راح افصل التصوير لاخر جيم بودينا على الساحة العاشرة ان شاء الله. المهم خلينا نقطع التصوير ونفوت لكم بالجيم الاخير.
اوكي شوفوا يا اخوان والله فوتوني على الساحه 9، حلو والله بتجنن يا زلمه، احلى من تبعت الثلج. اوكي هون ليفله 9 اخونا بالله، يعني شوي بس برضو يعني الجوبلن بارل بشق وشق. اوكي شو البدايه، يشوف الغباء رميت الاسهم مفكر معي برنس لحاله، يلا مش مشكله دائما هيك اور جيم الواحد بصير غبي بعدين بيرجع اموره تمام. اوكي بنحط جوبلن كيت، المهم يمسك النايت هذا الميجا نايت يا زلمه يخرب بيته ما اوسخه. اوكي برا برا هون ايش بتحط له ايش، خلينا نستنى شوي. حلو فالكيري ما شاء الله. اوكي خليها تضرب لها ضربتين على البرج مش مشكلة، المهم ايش يضل بس شوف البرج يمين انت والله طار وهسه تذكر يا حرام. اوكي خلي الماينر يستلم البرنسس حبيبة القلب، ودع هريرة حلو 1500 ممتاز كمان واحدة يسعد دينا. اوكي راح اقتلهم انا، خليني اصرفه جواهر غصبة عن راسه ممتاز والله. شوف برج 800 صار يا زلمة، البرنسس والله حلوة مرتبة حلوة مش شكلا يعني كأداء. اوكي برجه طار، اوف 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 ايش اللعب هذا الزلمة، حلو 160 كرة نار بودع هريرة. هسا ايش يا معلم، خلينا نشوف ايش هسا بده ينزل ميجا نايت. خنازير حلو، لا ايزي ايزي يا كبير لانه معي سكلتون ارمي ومعي كمان دارك برنس بشيل امله، مش يعني هاي ضامنها ان شاء الله. اوكي دارك برنس نحط ماينر على الامورة هناك. ايش ايش الجيم السهل يا زلمه، بدي مستويات انا يا زلمه والله، شكلي بقص التصوير بنفوت على الجيم الاخير لل 2000 و 3000 عفوا. اوكي خلينا نشوف شو بده يعمل لك على السريع، يضل دقيقه يعني شو بدك، بدك تعمل ريمونتادا يا اخوي مفكر لحالك محمد لايت. اوكي اون جوبلن بارل وانا سكلتون ارمي عزيزي. اوكي اسهم هون يا زلمه، ايش ايش الاقيام السهله هاي. حلو فالكيري هون حلو، ايوه كرة نار بودع هريرة كلهن يا عيني. يلا مش مشكلة، يلا الحمد لله ما وصل شيء مع اني غلطت يا زلمه، حطيت قال سكت نار مع الفالكيري، يلا الذكاء. اوكي عزيزي هيك فزنا الجيم اكيد، راح اقص ونفوت على الجيم الاخير بودينا على الساحة العاشرة اللي هي ساحة الخنازير، راح يكون جيم اسطوري راح نشوف ما راح يطلع ضدنا، خلينا نقص واجيكم. اوكي يا اخوان زي ما شفتوا دعسنا الخصم دعس، مع انه كروتو اقوى الرير عنده 10 الغبي بس دعسنا. المهم برفع كمان 280 كاس بالضبط او 400 الا جيم عشان نفوت بالساحه العاشره ان شاء الله اللي هي بتاعت اوسخ ارينا الصراحه، زمان كنت معلق عندها والله يعني. ايام زمان. بلعب وارجع لكم يا كبير. اوكي يا اخوان زي ما انتم شايفين جيم واحد يفصلنا عن الساحه العاشره والحمد لله ولا خساره، يعني من لما قلت لكم راح ابلش العب ولا خساره خسرت، كله فوز الحمد لله. شوف ولا حدا طلع يعني ضده وخسرني، حتى الكروتو قوي دعسته. هاي متى خسرتها؟ هاي فرجتكم اياها قبل يعني مش محسوبه. شوفوا والله عن جد بدي افرجيكم ثواني، يعني حتى المنطاد بندعس تحت اجريك يا زلمه. يعني حتى لو كان خصم قوي تدعسه، يعني الحساب ليفل 8 قلت لكم راح نوصل اقل شيء 5000. فبسم الله دون ما نطول خلينا نفوت اخر جيم ونشوف كيف الدعس بسم الله، وراح ناخذ كمان جاين تشيست بعدين. اوكي ليتس جو ليتس جو بيبي. Let's go. Bullseye. Yay. Ha ha! Gotcha. Hit him! Gotcha. Let's go. Bullseye.
اوكي يا اخوان، زي ما شفتوا الحمد لله ولا خساره يا معلم. دعسنا الخصوم، دعس واحد ورا الثاني. تعال ناخذ جاينت تشست من الفيديو. اوكي يلا ممتاز، طلع لي 139 اسهم، اشي اسطوري. بس والله ما بدي اطول اكثر من هيك. بكره ان شاء الله راح نعمل فيديو اسطوري، او بعد بكره راح نعمل بطوله راح تكون عجواز حلوه للمتابعين، فخليكم جاهزين لاي فيديو بينزل. يمكن اقول مثلا اليوم راح نعملها بفيديو، راح يكون مش فيديو لحاله، يعني بالفيديو بقول لكم الموعد باذن الله. بس خليكم جاهزين بكل مقطع بينزل. وبس دول ما اطول عليكم، سلام.